أنا كان عندي ولد عمره 6 شهور، كان عندي ولد عمره 6 شهور، أخذته يوم السبت في إيدي ورحت للشخينة. الشخينة جابت بنت، بروح أقول لها مازال طوب. لقيتني مرة قالت لي وين رايحة؟ قلت لها بقول للشخينة مازال طوب على البنت. قالت لي بتاخديها له يعني بتزوزيها؟ قلت لها ان شاء الله. هي الكلام يوم السبت، يوم الثلاثاء ماتوا 2، حتى بنتها وحتى ولدي ماتوا.